الابراج كده بالترتيب. طبعا احنا زي ما نوهنا وقلنا احنا عندنا 12 برج، تمام. هناخد ال 12 برج، كل برج الدكتور هيقول لنا صفاته ومدى توافقه مع باقي الابراج او مع البرج المعين اللي او بيتناسب اكتر معاه ابراج اكتر توافقا الابراج، معاه صح؟ مثلا عشان وقتنا برضو وقت الحلقه يعني. مفيش مشكله. تمام. احنا طبعا اول برج هنبتدي بيه هو برج الحمل، والحمل معروف انه برج ناري، وهو من 21 مارس الى 20 ابريل. نبتدي ببرج الحمل. نبتدي ببرج الحمل. هنقول يعني بعض الصفات اللي هي البارزه والمعروفه والاساسيه في برج الحمل، رجل او امراه على فكره. برج الحمل من الابراج العنيفه بطبعها في حته مساله الكرامه، يعني تيجي جنب كرامه برج الحمل انت نصبت ليه الاعداء ومندفع جدا، واحد من اكثر الابراج المستعجله، وعشان كده بيضيع منه فرص كتير، لان في بعض الفرص محتاجه ان انت تصبر ما تكونش مستعجل. برج الحمل عنده حته الانا عاليه اندفاعي. شويه، وعنده حته الانا الاحساس بالنفس عالي شويه. لما نتكلم عن برج الثور، برج الثور واحد من الابراج المتحفظه قوي، ما هوش مرن في التعامل، وده بيكون متعب لبعض الناس المحيطين بيه. هو اقتنع بحاجه خلاص، ولا بالطبل البلدي زي ما احنا بنقول، مش هيغيرها خلاص، حط حاجه في دماغه، ما هو برج ترابي مش هيغيرها. كمان العند، واحد من اشد الابراج عندا، وده بيخلي برضه اللي بيتعاملوا معاه مش عارفين هو يعني يا رايه يا بلاش، يا كده يا مش عاجبك خلاص. طب خلينا نرجع برضو لبرج الحمل. تمام. حضرتك قلت لي ان هو برج اندفاعي جدا، بس هو طيب مندفع اعتقد، جدا. صح؟ مندفع جدا. طب يعني برج الحمل ايه مثلا اكتر الابراج اللي تنطبق معاه او تتوافق معاه؟ برج الاسد الناري بينه وبين بعض كيمياء كبيره قوي، برج الميزان، برج الجوزاء، وبرج الدلو، دول القمه بقى. لا، هو والباقي انا يجي اعرف بعد ان الدرجات. حمل واسد مع بعض 100% لا، ده كيمياء، 100 ده ما دي فيهاش روح حاجه. واحده كده، تحس ان دم هم روح خفيف واحده. وكاريزما وطبيعه ناريه واحده، بينجذبوا لبعض اصلا بسرعه، بس ممكن تيجي مشاكل بعد كده بين الحمل بسبب عندهم الشديد، علشان البرجين بس في ناريين توافق بالظبط كده. طيب برج بالنسبة بقى الثور، لبرج الثور، من 21 ابريل تمام. ل 20 مايو، انت حضرتك قلت لي ان برج الثور برج مائي، ترابي. 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 برج الثور يتوافق مع برج العقرب، حلو قوي، يتوافق مع برج العذراء، ويتوافق مع الجدي اللهم الا العند، بس هي مشكلتهم في العند هو الابراج الثور عينه دي برضو. الترابيه. طبعا ثور وجدي اشد برجين عندنا في ال 12 برج، الثور الثور والجدي. والجدي، فدي الابراج الطب اللي يتوافق معاها برج الثور. لو احنا بنتكلم على اكثر الابراج توافقا معاه، برج الجوزاء بعد كده. الجوزاء بعد كده 21 مايو لحد 21 يونيو. تمام. برج الجوزاء واحد من اذكى الابراج، ويقدر يعامل كل الناس على اختلاف مستوياتهم، شخصيتين في بعض بيتسمى برج الشخصيتين، وكل ساعه في حال زي ما احنا بنقول. ايوه يعني تمام. ويتعامل مع البواب، ويتعامل مع الوزير ومع الغفير، وعنده مرونه، يعني عكس برج الثور اللي احنا كنا بنتكلم عنه، وذكي جدا. هو الجوزاء بيصنف ايه؟ برج هوائي. برج هوائي. هوائي. ولما بنتكلم عن الهواء يعني قصدنا ابراج ذكيه، سواء الجوزاء او الدلو او الميزان، ثلاث ابراج الهوائيه بيتسموا بالذكاء. اللي معانا يتفق طبعا مع الاسد جدا لسه قايلين، يتفق مع الحمل، ويتفق مع الميزان، دول الطب بتوع برج الجوزاء. بعد كده عندنا برج السرطان. برج السرطان احنا عندنا برج السرطان يا جماعه من 22 يونيو لحد 22 يوليو، تمام؟ صح. 22/6 ل 22/7. تمام. هو برج السرطان برج رقيق القلب، ولكن المعادله هنا ان هو برج انتقام شويه، يعني ما بينساش، شيال، غلطت فيه، شتمتي، حتى لو اتأسفتي له بتبقى في القلب بقى، ومش هرتاح لما اردها لك، دي مشكلته. ولكن هو يتأثر بأي موقف، وعاطفي، ومن الأبراج اللي شايفة إن الحياة بدون حب ملهاش لازمة. هو برج طيب، حنين قوي. برج حنين، السرطان عاطفي، وعنده عشان مائي، احتواء. صح؟ مش انت حضرتك قلت لي الأبراج المائية يعني إلى حد ما فيها حتة الطيبة؟ أعلى الأبراج إحساس أو مشاعر، يعني مشاعرها بتبقى عالية قوي الأبراج المائية عامة. طب وبرج السرطان أكتر الأبراج اللي ممكن يتوافق معاها إيه؟ يتوافق مع برج العقرب، ده حلو قوي قوي، يتوافق مع برج الحوت كمان، وشوية يتوافق مع برج الطور يجي بعدهم بقى، بس مش دول بس اللي يتوافق معاهم، دول أعلى الأبراج. أعلى الأبراج. ما احنا بنتكلم عن في بعد الفئة كده بدرجات بقى. الفئة العالية، ننزل يعني بدرجات البرج بقى. إيه الحاجة اللي تيجي معاه بيرفكت 100%؟ بينه وبين بعض تفاهم وكيمياء وكده. طب ندخل بقى على برج الأسد، 23 يوليو ل 22 اغسطس، يعني من 23/7 ل 22/8. طبعا الاسد برج ناري، برج صاحب الكاريزما الاكثر يعني سطوعا في الابراج كلها. الملك. الملك، ملك الملك. الابراج.
ملك الأبراج هو عنيد جدا وعصبي جدا وأيضا مندفع جدا. ومشكلة برج الأسد رجل إن هو بيتعامل بسسيت شوية يعني كلمتي والست ملكة والست ما يملاش عينها أي حد ولو رجل ضعيف الشخصية هتجننه وتطلع عينه وما يعجبهاش. لازم رجل قوي الشخصية بس مش يبقى قوي الشخصية عليها يعني لا قوي الشخصية في محيطه في مجتمعه ده يلفت انتباه علشان هو برج قوي برج ناري اصلا كده عشان كده عايز برج يتوافق معاه يكون بنفس القوه تقريبا. بس هي ست الاسد رغم الصفات الجميله فيها ما بتتنازلش بسهوله برضو حتى لو الكرامه عاليه جدا الكرامه خط احمر وحتى لو غلطت ودي بتكون مشكله برضو يعني لا انت اللي تتنازل والعيب فيك مش فيا. واكتر الابراج اللي بتتوافق مع برج الاسد الحمل الجوزاء الدلو الميزان دول الاربعه برضو اكتر ابراج تتوافق مع برج الاسد رجل وامراه يعني. ندخل على برج العذراء دلوقتي 23/8 ل 22/9. طبعا العذراء برج ترابي. العذراء واحد من الابراج اللي هي بتبحث عن الكمال دايما وده مشكلته اللي بتخليه دايما تعبان نفسيا عايز كل حاجه بيرفكت وطبعا ده مش موجود في الحياة. يعني هي بنت مرتبطة بحد عايزها ما فيهوش غلطة مش هتلاقي الكلام ده. هو رجل مرتبط ببنت عايزها ما فيهاش غلطة وناقد لازع ومش شايف ان هو بينتقد. انا بديك نصيحة بس النصيحة بتاعته بتكون قوية زيادة عن اللزوم. بس انا بحس ساعات ان دايما برج العذراء كده واخد جنب لوحده يعني هو برج بعيد عن الاضواء في جنب لوحده كده ما بيحبش حتى مش اجتماعي. برج يميل للانطوائية غير اجتماعي نهائيا مش اجتماعي. لا لا الأبراج الترابية عامة من أقل الأبراج اجتماعية يعني. فالعذراء من الأبراج دي أكثر الأبراج توافق مع برج توافق العذراء توافقا مع الجدي والعقرب وبرج الثور يعني تمام. في القمة كده يعني. جينا لبرج الميزان 23/9 ل 22/10. طبعا الميزان واحد من أعلى الأبراج جاذبية رجل أو امرأة برج هوائي طبعا. أنا أسمع إنه برج ذكي جدا برج كنت لسه هقول أخدتها من على لساني والله برج ذكي جدا ذكي قمة الذكاء بيفهمها وهي طايرة زي ما احنا بنقول عندنا يعني بالمثل الدارج كده. ذكي جدا وجذاب جدا ولكنه غير مباشر يعني مش دايما صريح فمش كل اللي هيقوله لك هيبقى اللي جواه يعني مثلا بيقول مثلا ان هو في حته كذب شويه. لا مش هنقول كذب مش حته كذب هو بيعرف امتى يعني بيعرف يوصل لك اللي هو عايز يوصله لك بس مش كتاب مفتوح يعني يقول مش كتاب مفتوح مش صريح مش سهل ان انت تقراه يعني انت هتلف على برج الميزان مش هتقدر ان انت توصل للي انت عايزه لانه بيعرف يعملها كويس بيعرف هو كمان يلف بيعرف يكيف الدنيا بالزبط. كلها بيعرف يقنعك حسب دماغه رجل او امراه الاثنين بيعرفوا ان هم يقنعوا اللي قدامه ياكلوه بالكلام زي ما احنا بنقول كده. لا هو برج الميزان يعني مقنع جدا 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 برج هوائي بطبيعه الحال. واكتر الابراج اللي ممكن تتوافق معاه يتوافق مع الاسد والحمل والقوس والدلو والجوزاء. هو واحد من اكتر الابراج اللي عامله زي الجوكر يعني مع ان حضرتك قلت كده يعني ابراج ناريه يعني أيوة. الابراج اكتر الابراج الهوائيه الابراج الهوائيه علاقتها بالابراج الناريه كويسه في التوافق. هما الاثنين علاقته ناري مع هوائي ده كويس مع بعض ترابي مع مائي ده كويس مع بعض وهكذا يعني. طب ندخل بقى لبرج العقرب الناس كلها تسمع بتخاف العقرب منه. بتخاف منه من 23/10 ل 21/11. انا ممكن الخص يعني المقوله ليه الناس بتخاف من برج العقرب في حاجه واحده بس. هم بيسمعوا برج العقرب يقول لك يا ساتر يا رب عقرب مع ان على فكره برج العقرب يعني هي مشكله العقرب طيب جدا مشكله وجدع. العقرب مشكله العقرب في حاجه بس العقرب يرد الالم 100 يعني انت عملت فيه انت حاجه جدا جدا فوق ما تتخيلي وباذيه بقى لما بيرد الانتقام ولا ينسى اطلاقا ما بينساش ابدا ولازم وما يشفيش غليله ان هو يرد فيك لا لازم اضعاف مضاعفه يعني نوع من انواع الاذلال كده برج العقرب عامه. فالحته دي بتخوف الناس منه. كمان برج العقرب ملامحه والكاركتر بتاعه مش مفهوم يعني ممكن يتبارد وهو بيموت فيك وتقعدي معاه يحسسك ان هو بارد جدا وما فيش اي مشاعر وممكن يظهر عكس ما يخفي ايوه في التعامل مع الاشخاص مثلا يبين ان هو مش ولكن متقبل الشخص ده وهو اصلا متقبله جدا بالظبط كده بيعرف يعمل دي قوي وبيعرف يتحكم في مشاعره. يعني ست العقرب تقيله ورجل العقرب تقيل حتى لما بيحبه مثلا الاسد لما ممكن يحب يندلق برج الاسد الحمل كده العقرب لا بقى
بيعرف يعمل كنترول قوي على الحته دي. خلاص خلصت فغامض بطبعه، فلازم يكون متعب ومريب شويه للناس اللي هي بتتعامل معاه. يمكن علشان كده علاقات برج العقرب دايما مش مستمره، يعني مش مستديمه. بس وبعدين شكاك، الشك ده هي المشكله الازليه في العلاقه العاطفيه، ان هو شكاك جدا، وفي ناس ما بتتقبلش الطرف الاخر يشك فيها باستمرار. العرب بيشك قوي، فالكوكتيل ده كله مع بعضه بيبقى صعب على نفسيه اي شخص مرتبط بالعرب ان هو يتحمله يتقبله يعني. طب الابراج اللي تتوافق مع برج العقرب؟ السرطان حلو قوي، السرطان ولكل قاعده استثناءات، ما احنا لسه قايلين في اول الحلقه يعني. شواذ الابراج كده. السرطان، الحوت، العذراء كمان تمشي معاه، وبرج الثور كمان، ويجي بعدهم الجدي عامه يعني. طب القوس بقى 22 11 ل 21 12. طبعا القوس برج ناري، اخر برج ناري معانا النهارده. اكتر برج مستعجل في الابراج كلها، يجي بعده الحمل، ودي بقى بتضيع منه فرص كتير، ان هو عايز يوصل للحاجه باقصى وقت ممكن، ومش شايف اللي في الطريق قدامه، فممكن يتكعبل. هو حماسي جدا، مندفع جدا، صريح وتلقائي، ودي كلها حاجات، ودمهم خفيف، يعني احنا بنقول عنهم ابراج محبوبه الشعب. تمام. كل الناس تلاقيها بتحبهم، اجتماعيين جدا يعني. واللي توافق معاه؟ ايه، الاسد برضه، والحمل، والجوزاء، والميزان. طيب إيه والقوس اللي زيه كمان. إيه برج الجدي بقى من 22 12 ل 20 1؟ ده برج ترابي عنيد جدا، راسه زي زلطه كده زي راس برج الثور، لا يتنازل اطلاقا، من الابراج التي لا تتنازل وعندها حب سيطره وحب امتلاك، وده بيخنق الطرف الاخر. وعشان كده انا ما اقدرش اقول ان برج الجدي هينفع مع الابراج الهوائيه، لانها اكتر ابراج عايزه مساحه وانطلاق. هترتبط بحد جدي، الجدي هيتدخل في تفاصيل التفاصيل، هيبدا يخنقهم، يقيد حريتهم. طيب فاضل معانا برجين بس ناخدهم بسرعه، الدلو 21 1 ل 19 2. ده برج هوائي، واحد من ملوك الذكاء والتفكير، متحرر. وانا دايما بقول عايز تكسب برج الدلو ما تخنقوش، ما تحاولش ان انت تحجمه يعني. يتوافق معاه جوزاء وميزان وحمل واسد، اعلى الابراج توافقا، وقوس كمان. الحوت 20 اخر اتنين. برج معانا بقى ده اكاديميه الحب كلها، 22 ل 20 3. بالظبط كده. ده اكتر برج عاطفي، والعاطفه بتاعته بتوصل ل يعني مستوى حالم، مستوى ممكن اوفر شويه، ولكنه هو برج ذكي، برج جذاب بطبعه، رجل او امراه، وبرج محبوب، يعني ممكن تحبيه من اول انتقام. خمس دقائق. انت قلت لي ان هو برج انتقامي جداً. من الدرجه الاولى كلها انتقاميه، بما فيهم الحوت طبعا. واللي يتوافق مع ايه؟ مع الحوت. يتوافق مع السرطان والعقرب والثور، ويمكن كمان يتوافق مع، يعني هم دول اعلى ثلاثه، عشان اللي بعد كده يجي بعدهم بدرجات اللي هي تعتبر المائيه زي بالظبط كده. تمام. طبعا احنا بننوه طبعا دكتور محمد، القناه على